اليوبي هنا صافرة انطلاقة الشوط الأول في هذا المساء في سيول، وخاصة بتأخر حافلة فريق اليوبي. لاحظ الجماهير الغفيرة اليوم الحاضرة في هذا الملعب الكبير، لكن هنا الكرة الآن مقطوعة، انطلاقة سريعة إلى الأمام، محاولة قائمة، تسديدة، الله، هي عابرة، هي عابرة عبر القارات في اللقطة الماضية، لكن يسجل هدف جميل، هدف جميل في الدقيقة السابعة عن طريق اللاعب اللي تقدم في اللقطة الماضية، اللاعب اللي أمامك هنا يسجل الهدف الأول في هذا اللقاء، الهدف الأول. اللاعب كاين هو من يسجل، لكن هنا المحاولة، هنا الرد، الله، جول، عودة سريعة الآن، يسجل الهدف العودة لليوبي، البداية في أول يعني 7 دقائق، لكن يأتي الرد سريعا ويسجل هدف العودة، لاحظ التمريرة وبعد ذلك المتابعة وأيضا التسديد، ذلك أيضا التقدم، اللاعب أصبر اللي حاول، وأيضا التسديدة القوية، أنت يسرى محاولة الآن أن نشاهد العرضية حاضرة، لكن الكرة مستمرة، محاولة قائمة الفرصة، لكن لاحظ التدخل الدفاعي في اللقطة الأخيرة، الكرة عادت الآن، يحاول في اللقطة الماضية، لكن هناك صافرة من قبل حكما. هنا الجميع الحاضر أيضا، والجماهير التي تصف، والجماهير التي تتابع وتشاهد أيضا، لكن روميرو عجر هنا المحاولة الآن هي كرة، لكن الكرة الماضية اليوبي، لكن الكرة بتتخلص، عادت الكرة، هيغوين يحاول التسديدة، لكن إبعاد من حارس المرمى، في اللقطة الماضية، وأيضا الكرة هناك صافرة من قبل حكم اللقاء، الحارس يتألق، الحارس هاي فريق الكوري أن يسجل الهدف الثاني ويحرج فريق اليوبي في هذا اللقاء، باك الكرة الآن وخطأ لصالح فريق نجوم الدوري الكوري، لكن الكرة هنا في سيول، دخل الكرة إلى الأمام، لاحظ التمريرة اليمنى مع اللاعب ليون، يحاول الآن، العرضية حاضرة، لكن الكرة إبعاد وإلى، لكن الكرة مستمرة فيها الكرة الآن، المحاولة قائمة لصالح فريق نجوم، قائمة لصالح فريق اليوبي، هذه خطيرة، التسديدة، لكن ردة فعل ممتازة من قبل حارس المرمى في اللقطة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية، لكن برافو لحارس المرمى اللي يتألق في اللقطة الأخيرة وحرك أيضا، لكن الكرة تعود في محاولة التسديدة في مكان، لكن الكرة نتابع هنا، الكرة العرضية حاضرة في مكان، هذه خطيرة، فيها كرة في مكان، لكن الكرة الماضية طالت وإلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، الفرصة كانت قائمة والمحاولة كانت جميلة، لكن الكرة أيضا عدت وإلى خارج أرضية الملعب، محاولات من جانب لاعبي فريق اليوبي، لاعب اللي حاول في اللقطة الماضية، هنا الكرة الآن في المحاولة في الجهة اليمنى، هذه خطيرة، الله، جول، يسجل الهدف الثاني، وأيضا الاحتفالية بطريقة الدور في اللقطة الماضية، يسجل الهدف الثاني، وجاب المخرج قال له ليش بهذه الطريقة يا سيدنا، في بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا مجددا أعزائي، أن شاهدنا الشوط الأول، انتهى بتقدم فريق نجوم الدوري، الكرة بتتخلص، تعود الكرة لصالح فريق يوفنتوس، نقل الكرة في الجهة اليسرى، لكن الكرة الأخيرة طالت على اللاعب ماتوكيت في اللقطة الأخيرة، وهي العرضية المثالية، هذه خطيرة، المحاولة قائمة، فيها فرصة، الله، يا سلام بالهدف الثالث الآن، نجوم الدوري الكوري يسجل
يسجلون الهدف الثالث أمام فريق يوفنتوس بهذا الأداء الكبير. ولاحظ الفرحة الكبيرة أيضا لجمهور هذا الفريق الحاضر، نجوم الدوري اليوم، نجوم الدوري، وهم نجوم فعلا، هم نجوم فعلا. لاحظ، لاحظ التنقلات، لاحظ الاستلام وبعد ذلك التهيئة، وأيضا الكرة اللي صدت وعادت والكرة والمتابعة. يسجل الآن الهدف الثالث، الهدف الثالث من مع نجوم الدوري. هنا الكرة والمحاولة، فيها كرة في مكان، هذه خطيرة كبير الأسطورة اللي يتواجد في هذا التوقيت. اللقطة الماضية ليشارك فريق نجوم الدوري الكوري، الفريق الكوري يقدم مباراة كبيرة في المحاولة الآن بأن يعود، لكن لدينا كرة والتسديدة، لكن ما يعني ما دخل كريستيانو، الذي يقدم مباراة كبيرة، يقدم مباراة كبيرة. الله على التمريرة في وأيضا انتر ميلان الفرق الكبيرة. لاحظ الكرة الأمام، غاسيلو يلعبها، رابط هنا تسديدة، الكرة الآن هي محاولة في الجهة اليسرى للفريق الإيطالي و التواجد في هذا اللقاء. يا سلام يا سلام يا سلام على الهدف، يسجل ويقلص الفارق فريق اليوفي. العرضية كانت مثالية، وهنا ما تدري يسجل الآن، ما تدري يسجل الهدف الثاني لصالح فريق اليوفي ويقلص الفارق. لاحظ العرضية المثالية وأيضا، لكن الكرة تتخلص، عادت الكرة فيها تسديدة في مكان، لكن يسجل مباراة أيضا منتظرة. لاحظ المرور، الله 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 الله، يا السلام يا السلام على المرور، والهدف في التعادل يسجل، يسجل هدف التعادل لصالح فريق اليوفي بعد المرور الجميل. سيلفا، سيلفا هو من يسجل الهدف ويعود باليوفي ويسجل هدف في العودة. لكن لاحظ 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 التمريرة، التمريرة والمرور الجميل من واحد وخبى في الشباك، يسجل الآن اليوفي هدف في العودة. الأمام محاولة قائمة تسديدة، الله، عن طريق اللاعب، اللاعب اللي تقدم في اللقطة الماضية، اللقطة الماضية اللاعب اللي أمامك هنا يسجل الهدف الأول في هذا الكاين، هو من يسجل. لكن هنا المحاولة، هنا الرد، هنا الرد، الله، جول، عودة سريعة، هذه خطيرة، هذه خطيرة، الله، خطيرة. المحاولة قائمة، فيها فرصة، نجوم الدوري الكوري يسجلون الهدف الثالث أمام فريق يوفنتوس بهذا الأداء الكبير. ولاحظ الفرحة الكبيرة أيضا لجمهور هذا الفريق الحاضر، نجوم الدوري اليوم، نجوم الدوري، وهم نجوم فعلا، هم نجوم فعلا. لاحظ، لاحظ التواجد في هذا اللقاء، يا السلام يا السلام يا سلام على الهدف، يسجل ويقلص الفارق فريق اليوفي. العرضية كانت مثالية، وهنا ما تدري يسجل الآن، ما تدري يسجل الهدف في مباراة أيضا منتظرة. لاحظ المرور، الله 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 الله، يا سلام يا سلام على المرور، والهدف التعادل يسجل، يسجل هدف التعادل لصالح فريق اليوفي.